الطريق إليها يحتاج لمهارة سائق، وقد كان ذلك. أي حكاية تلك التي تحملها المرأة هذه التي فضحت معرفتنا بالناس؟ كنا نظن أن عائشة آدم موسى، ومن فرط تواضعها لا تنطوي على شيء، ولكن من باسندة محلية الجلابات وكنين تلبير جاءت عائشة، جاءت تسعى بالخير فطرة وبالجمال سجية وبحب المساكين، تغمض العين عن حياء المساكين وهي تهب عصيدتها بعرق الجبين. والله الجلابات دي طبعا أنا المرة الوحيدة قديمة فيها، والله لما كنت في جلابات يعني الضيف الجاي تقول له دبيت بنو بيت عشموسة، لما الواحد يجي يسلم علي عشموسة وين يقول لي معنا انت عشموسة، يقول لي والله احنا سمعنا اسمك دبيعيد وديها دي عشموسة. الحمد لله يعني انا والله مرة اندخل والحمد لله شفت يعني احد دي الواحد لما يجي زول قريب يعني في رجال ما يمشي يقول له دبيت عشموسة، الحمد لله اندخل والناس تنزل فيها، وما الحمد لله يعني لو حتى في اي شيء في الحله انا معاهم الحمد لله. لو حتى لما جيت القلابات دي كان الناس فيها كتار؟ ناس بساط. كلمين عنها. والله لما جيت لقيت منوع، بس لقيت يعني مولانا عبد السميع وعبد الله محمد خير وحسن محمد قسم السيد وبلا عبد الرازق وواحد بيقول له رحم الله، دي الناس اللي لقيتهم في قلابات وبس، وهنا انا وحيد المرن معاه. والله يعني خادمهم خادميني كم بقت في أي حاجة، حتى كم بقت في مهتم في حاجة في مناسبة والله يسوقوني قدامه ونمش نقضي الشغل اللي عندنا ونراجعي. وفي الساعة دي أنا عندي ولد صغير كمان في يدي غير نصر، غير على عندي ولد يقول لي نصر الدين صغير في يدي، هو الناس دي والله الحمد لله قعدنا يعني أشرع أقول لك شنو، والله العظيم ما قصروا مني الناس دي. الفندق الضخم وكذلك المدق، بشمالها تطحن الدخن حتى يتسنى لها أن يجتمع الناس بالجمعة حول عصيدة دامرقة. البيوت تسكنها البساطة والناس الطمأنينة، وعائشة جوالة تتفقد الجيران. عائشة الآن تمضي في مشروعها الإنساني، تدعو النساء إلى قعدة الجبنة، وأي جبنة تلك التي يضمخ أريجها القرآن. إنا جعلنا في أعناقهم أخلالا في حيال الأصغان وهم مهمون. كانت في الجلابات معلما وعلامة، لها خلوة يغشاها الناس كل الناس، ومطعم مرفود بطيب معشر تسنده خلوة لوح ودوايا جلست لشيخها في صباح الباكر. كنت شغالة شنو في القلابات دي؟ والله شغالة عصيدة بس عندي مطعم أكتر من كده، أنا ما شغالة شغالة إلا العكل ده. طيب لما يسألنا في القلابات قالوا ساقة ولد الأستاذ علي علي جمعة، كده علي ده كده كلمين عن قرايته كانت كيف وانت في القلابات، قري هنا ولا قري في القلابات؟ علي قري هنا في كنينة دي، حبعدك لما قري هنا وبيقى لخايت ما مشي نتوصي ده هو
اتنقل مشى يقرا، وانا هنا غير، انا هو عتيم، لا عنده ام، لا عنده عم قريب، انا الام، انا الاخت، وانا الابو. كنت هنا مشيت قلابات عشان ما نخدم، عشان ما نعلم ولدي. قمنا مشينا واحده حماتي وحماي، مشينا خلاص هم الناس دي رجعوا، لكن انا ما رجعتها. كنت قاعده المره الوحيده في البلد دي لغايه ما ولدي يتعلم. بعد يتعلم استقر، جا كنا استقر بعد ده، قال لي امي بعد ده خلاص ما بدي ارجع تقعدي معي هنا. سنة جابني هنا سنه ثلاثه خريف، ثلاث سنه معاه هنا. شغال شنو استاذ علي؟ علي مدير حسين، مدرسة حسين، وشغال في اللجنه، بدرس اللجنه. تكرمها الدوله كرسول سلام، وطدت لعلاقات جوار عامرة بين أهل السودان وأهل أثيوبيا. حتى أوان الحرب كانت تأوى للبنية، تستجير وتقدم الماء، تطفئ لظى الحرب اللعينة. يوم واحد كرموك في الاستقلابات في الاستقلاب، ليه كرموك انت بالذات؟ والله انا ذاتي ما عارفه، انا كنت هنا رسوي لي جواب وقمت مشيت. مشيت لقيت طبعا البلد توسع، الناس بقت يعني قدامي في نسوان وخلاص. لما مشيت والله ما اعرف الناس ده يقول لي شنو، هذا هون عشان مصر تعالي. مشيت بعدك والله الحمد لله قدموا لي الشكير وودوني الشهاده. طيب الزمان لما القلابات دي يكون فيها حروب وضرب وكده، الناس قالوا بيطلعوا، انت ما بتطلعي، انت ما بتطلعي ليه؟ ما بطلع. ليه؟ والله بس ما بطلع. اولا سوداني وده بلدي، اموت في وجوه اطلع برا. والله الناس تجري وتجري، القناه قاعده. حتى الناس المعايده اللي فيها واحد يمشي واحد ما يمشي. لما يطلعوا عندنا محل بقول لا الشيخ احمد البدوي، طبعا في بنيه هناك، انا في الدار هناك، وانا طبعا من السوق نجي البيت. عندي شجره كبيره كده في نص الحوش. خدت لي المويه، اجيب لي جرده ولا جردلين، خدت عليهم وقلب حارس البيج بيخشاني يشيل لي كوز مويه يشرب ويرجع يمشي السوق. ايتها الصبيه، المصحف واللحن ولها باذن الله اجران، تعلم النساء خير الكلام، والتقى جمال باحسان وبصبر يتم مقيم. هذه الريحانة يتيمة تكفلها عائشة، والآن ترسم لها علامات الطريق السوي. عائشة الآن تبني مشروعها، قرآن وعمل ولقمة في بطن جائع، ولسان يلهج بالحمد شاكرا لك الإحسان وأنت أهله. أيها الأحباب، هل بحثتم أو تابعتم بعين